ترى ما لا تراه هي في المرآة، وهي تعشق ما يراه فنيا في جسدها. علاقة الفنان التشكيلي بالموديل بدأت يوم كان ليوناردو دافنشي ومايكل أنجلو يستعينان بالأجساد الميتة كموديلات للرسم، لتتطور فيما بعد إلى الاستعانة بالأجساد الحية. الفنان التشكيلي هو أكثر من طبيب، هو أكثر من فيلسوف، وهو حكيم، وهو إنسان، وإذا ما إنسانيته وصلته إنه يعرف كيف يتعاطى مع الإنسان يلي قباله، يلي هو كمان فنان بطريقته، لأنه الموديل هو الملهم، الميوز. إذا ما قدر يحترم الملهم تبعه معناتها منه فنان من أساس، ويروح يعمل غير شيء. قد ايه عمرك؟ عمري 21. كم مرة صرت مرسومة؟ صرت مرسومة 12 مرة. طبعاً كنت كل مرة اكتشف شيء جديد، وحب الخطوط المرسومة لجسمي. يعني مش كل فنان كان يرسم جسمي بنفس الطريقة، كان كل رسام يعطيني لون معين لجسمي بشكل تجريبي. أوقات بخطوط، مجرد خطوط لائم هذه الخطوط هي أنا. الموديل أو النموذج الحي ليس عبارة عن مقاييس شكلانية، بل هو الإنسان باختلاف مقاييس العمر، جميل وملهم بخطوط الطول والعرض التي ترتسم على جسده أو جسدها. مهما كان الأجر هو دون مستوى الإداء والعمل، لأنه الموديل هو إنسان عم يعطيك من زمنه ومن روحه ومن حضوره. وأوقات كتير في مراحل كتير طلابي بيقولوا لي إنه هالشغلة هين كتير، وبحط لي أكتر وصل لهم، بقول لهم بدي واحد منكم يقعد لفترة 5 دقايق من عدم يتحرك، وساعتها بيعرف قدي هي هينة. رسمين برسم مرأة عارية، مش ضروري كمان يكون توب كمودلز. في موضوع المرأة بحد ذاتها قدي هي عندها جمالية لجسمها، يمكن تكون سمينة بس عندها نقطة معينة. مثل ما قلت لك، الرسام الوحيد لأنه عنده عين صائبة بيقدر يكتشف النقطة والجاذبية تبعت المرأة. كنت استدعيت موديل لحتى لي يكون معي هو شريكي بالصف بإعطاء المادي يعني. فأحد مدير الأقسام ماري بيقول لي ما كان فيك تنقيه إنه حدا شباب أكتر؟ قلت له نحن هون بتدريس الفن تشكيلي مش عرض أزياء. عرفتي كيف؟ انه في المقاييس حتى مخلوطه بمخوخ الناس، انه الموديل لازم يكون عارض او عارضه ازياء، هذا شيء مش حقيقي. في مجتمعنا المعاصر اي شكل يتخذه الجسد، فنظره نصفها عار ونصفها الاخر يختبئ خلف المحرمات، فيما اصل التكوين جسد، فكيف نستطيع التعبير من دونه؟ احترموا هذا الشيء كفن. ما يعرض عليه كثير من الناس بكثير من الأديان، لأنه إذا بدنا نفوت بكثير أشياء وتفاصيل في كثير أشياء مخبية. تعطيني إيدائك إذا ما عندك جسد، وين فيك، شو فيك تعملي؟ يعني اختصري لي إيدائك اليومي بدون جسد. فليه نحن بدنا ننكره ساعة البدنة وبدنا نحطه ساعة البدنة؟ عراة ولدنا وعراة نموت من بدء التكوين إلى يوم الدين، هذه هي الحقيقة الثابتة والتي لا تتغير. فكما أنه لا حياء في الدين، لا حياء في الفن. دلال بزي، قناة الجزائر.